بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يستمر معكم هذا اللقاء ويتجدد من جوار الكعبة المشرفة من المسجد الحرام، من مهبط الوحي ومبعث الرسالة. نتدارس معا آيات من كتاب ربنا جل جلاله، نقف مع أقوال العلماء، ونتدبر كلمات القرآن العظيم طريقا لتحصيل الهدى. فربنا عز وجل قال في كتابه الكريم في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومقصودنا أن نكون على التي هي أقوم. ووجدنا في كتاب ربنا عز وجل في أعظم سورة في القرآن كله، تمحض فيها الدعاء بدعوة واحدة، هي أغلى الدعوات. في سورة الفاتحة فنجد في قلبها ذاك الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. ونجد أن الفاتحة جعلت ركنا في الصلاة، فالمصلي في كل ركعة هو يقرأ الفاتحة ليكرر في كل ركعة هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم يكرر هذا الدعاء في كل يوم على أقل تقدير، لو اقتصر على صلاة الفرائض فهو يكرره 17 مرة، وعندما يصلي النوافل هو أيضا يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، فأيضا هو يكرر هذا الدعاء. ولو كان هناك دعاء أعظم وأوجب وأهم للإنسان من هذا الدعاء لذكر في هذه السورة العظيمة، ولكن لما كان هذا الأمر أعظم ما ينبغي أن يسعى له الإنسان، وهو طلب الهدى وأن يكون من المهتدين، فلذلك كان الدعاء متمحضا بطلب الهدى في هذه السورة العظيمة. ونجد بعد أن يقرأ الإنسان في أول المصحف سورة الفاتحة كأول سورة بترتيب المصحف الشريف، ثم ينتقل بعدها إلى السورة الثانية سورة البقرة، ويجد في صدرها بيانا لطريق تحصيل الهدى، وأين يجد الهدى وأين يجد
الإنسان الهدى الذي طلبه في دعائه، فيأتيه الجواب مباشرة في صدر سورة البقرة، إذ يقول الرب عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن سأل الهدى وأراد الهدى وكان صادقا في تحصيل الهدى فهذا كلام الله الهادي جل جلاله، يخبرنا أن من طلب الهدى سيجده في كتاب الهدى القرآن العظيم. فلذلك مذاكرة القرآن غايتها تحصيل الهدى ودخول الإنسان في أهل هذا الوصف العظيم المهتدين. ووقوفنا في درسنا هذا الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل ما نتذاكر فيه طريقا لهدى قلوبنا وتزكية نفوسنا واستقامة جوارحنا، كل ذلك وفق هدى الله الذي يرضاه والذي أنزله في كتابه العظيم. فوقوفنا مع هذه السورة الكريمة سورة آل عمران، وكان وقوفنا مع مرحلة من مراحلها في ذاك الموقف وفي تلك الظروف والمرحلة التي قدم وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا خلال اللقاءات الماضية عن ذلك. ولكن آيات السورة فإن جزءا كبيرا منها كانت قضيته قضية ذاك الوفد وما حمل معه من أمور وما واكبه من أحداث في تلك المرحلة الزمنية، وليكون في هذا منهجا وعبرة وعظة وتعليما لهذه الأمة في كل مراحلها وهي تتعامل مع أهل الكتاب. وكان وقوفنا مع قصة مريم عليها السلام، وما أيضا كان مرافقا لها في نفس مرحلتها من قصة زكريا وولادة يحيى عليه السلام، نبيين كريمين، عيسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، النبي العظيم، كلمة الله وروح القدس، عيسى صلوات الله وسلامه عليه ابن مريم، ويحيى بن زكريا. فإذا هذه الثلة المباركة الأخيار من أنبياء بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى أكثر من ذكرهم في كتابه جل جلاله لما في ذلك من العبرة والعظة ولتعليم هذه الأمة كيف تتعامل مع بني إسرائيل، فإن العلاقة ستكون مستمرة إلى يوم القيامة. فلذلك لما كان هذا التواصل ولما كان هذه المعاصرة ستكون بهذا الامتداد، فلذلك الله عز وجل يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأيضا يتعلم بالقرآن من بعدهم. والآيات تضمنت حقيقة بيان الحقائق وإدراك الحقيقة والوقوف على الحق من أعظم ما يطلبه العقلاء ومن أعظم ما يثمنه أصحاب العقول السليمة
وصولهم إلى الحق والحقيقة. ولذلك ملذات هذه الدنيا التي يطلبها الإنسان، لأن الإنسان تدفعه قوة الحب نحو تحصيل النافع، وبتحصيل النافع تتحقق له ثمرة اللذة، ويسعى الإنسان أيضا بدافع الحب إلى دفع الضار، وإذا اندفع الضار تحققت اللذة، وإذا لم يتحقق النافع كان الألم، وإذا تحقق الضار ولم يندفع كان الألم. وهذه اللذات بالاستقراء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فاللذة العلمية مرتبطة بالعلم والمعرفة والحقيقة، وهذا القسم الأول، واللذة الحسية وهذا القسم الثاني، واللذة التوهمية التخيلية وهذا القسم الثالث. وهذه اللذات بأقسامها الثلاث إذا نظرنا إلى وحي ربنا الذي أنزله الله، ومقصود هذا الوحي هذا الإنسان، فنجد أن في هذا الهدى إشباع لهذه اللذات من ناحيتين رئيسيتين: الجانب الأول إشباعها بالنافع حقا، إشباعها بالنافع حقا لا بالتوهم ولا بالافتراء، فهو إشباع بحق. الأمر الثاني أنه إشباع بتوازن، فليس هناك تغليب لذة على الأخرى بحيث أنها تشبع حتى تقضي على بقية اللذات، وإنما هناك إشباع بتوازن. وأيضا في ترتيب سلم القياد بين هذه اللذات، فمتى ما قادت الإنسان لذته العلمية العقلية المعرفية فهذا هو الإنسان الذي تكون قيادة الملذات للذة العلمية، فيكون إدراكه للعلم والحقيقة أعظم ما يتلذذ به هذا الإنسان، ويفوق التلذذ به التلذذ بالقسمين الآخرين. وأما إن قادت الإنسان اللذة الحسية وهي اللذة المتعلقة بالأمور المادية كالطعام والشراب والمال والمناكح وغير ذلك، فعندها يكون الإنسان بأن تقوده اللذة الحسية فهو أقرب إلى العجماوات والبهائم. وإن قادته اللذة التوهمية التخيلية وأصبحت هي القياد، وأصبحت اللذة العلمية تابعة وليست متبوعة، فعندها يكون الإنسان أقرب إلى الجنون. فلذلك هذه أمور ثلاث متعلقة بقضية اللذات. فالوصول للمعرفة والحقيقة والعلم الحق فهذا من أعظم اللذات، ومن أعظم ما ينبغي أن يكون محل التثمين عند الإنسان، وأن يجعل القيادة له في اللذات مرتبط بهذا القسم من أنواعها. ثم أن هذا الإنسان في بناء عقله ومعارفه وأيضا في بنائه النفسي
فهو محتاج إلى تأريخ وإلى تجربة سابقة له. فلذلك نجد الإنسان مما يبني به معارفه ورصد التجارب السابقة والامتداد التاريخي، وينظر إلى ذلك التاريخ نظر العظة والعبرة. فإن التجربة طريق تعلم، ولما كان الأمر بهذه الكيفية نجد أن القرآن العظيم كان فيه هذا الطريق، وسلك بآياته هذا المنح العظيم في التعليم للإنسان، وهكذا الكتب. فلذلك نجد القصص القرآني وهو عبارة عن تأريخ أخذت حيزا كبيرا من هذا الكتاب، تجاوز الربع، حيث بلغ القصص القرآني ما يقارب 8 أجزاء من كتاب الله عز وجل. وهذا القدر الكبير من آيات القرآن وكلمات رب الأرباب الكريم الرحمن تعطي دلالة على مدى أهمية التعلم بالتأريخ الحق. ومن هنا ندرك أيضا أن أعظم التأريخ ما ارتبط بالرسل والرسالات والأنبياء، وموقف الناس من الرسل والرسالات والأنبياء، لأن في ذلك الوقوف على التفسير الحق لأحداث التأريخ انتصارا وهزيمة، رغدا في العيش وتضييقا، اجتماعا وافتراقا، سعادة أو شقاء، عزة وتمكين أو ذلة ومهانة، إلى غير ذلك من الأمور المتقابلة بالنسبة لعيش الإنسان وحياته. فلذلك التأريخ الذي ذكر في القرآن من خلال القصص نجده جله مرتبط بقصص الأنبياء والرسل والرسالات وموقف الناس منها، وهذا يعطي دلالة على أن أعظم مؤثر على حركة الإنسان هو ما جاء به الرسل والأنبياء، وأن التفسير التأريخي لا بد أن يفهم من خلال هذه البوابة العظيمة، وإلا فإن الإنسان لن يفسر الأحداث بأسبابها الرئيسة الحقيقية. وينبني على ذلك أن ندرك أيضا أن أعظم التزوير تزوير التأريخ، فهو من أعظم التزوير والذي يمارسه الإنسان، وأن من يفعل ذلك فإنه يفسد مصدر الرئيس من مصادر التعلم التي أرادها الله أن تكون لهذا الإنسان. وأيضا يعطي قضية المسؤولية نحو أهل العلم في أن يدركوا التأريخ الحق للرسل والرسالات، وأن يكون محل التعليم والنقل والعناية به. ويكفي لإدراك هذه المسؤولية ما أشرت إليه أن القرآن 8 أجزاء منه تقريبا كلها قصص، وجل هذه القصص للرسل والرسالات والأنبياء. فالحفاظ على هذا الأمر من الأهمية بمكان، وله من التأثير الشيء الكبير والكثير. وكم نجد في عرض هذه القصص القرآنية
نجد أن في شيء كثير منها كان إيرادها على طريق التصحيح والتصويب لما زور من مسار التأريخ. وعندما يكون التزوير مرتبط بأمر الديانة والتعبد والدين فإن الأثر سيكون عظيم. ولذلك ما نجده في قضية المسيح عليه السلام وكيف كان التزوير الذي رافق هذه القضية وكان على بعدين متناقضين في قضية المسيح وأمه عليهما السلام، فالموقف الذي غلا في هذا الأمر وحرف الذاكرة التاريخية ليصل مؤدى هذا التحريف أن ينظر إلى المسيح على أنه ابن الله أو أنه هو الله كما زعم المحرفون، ومن خدعوا بهذا التحريف وكان في الجهة الأخرى من عرض قضية مريم البتول عليها السلام بالنقص والتنقيص، وبين هذين الطريقين الغاليين أحدهما في المبالغة وأحدهما في التقصير والانتقاص وكل منهما باطل، يأتي القرآن العظيم كتاب الحق الذي جاءنا من عند الحق ونزل بالحق وجاء بالحق واحتوى الحق في كلماته وآياته ليبين في هذه القضية الحقيقة التاريخية وأن عيسى عليه السلام إنما هو خلقه الله عز وجل وأنه كانت خلقته آية حيث خلقه الله عز وجل من أم بغير أب وذكرت أمه بذاك الذكر الحسن الطيب فهي المرأة العابدة المرأة التي نذرت أمها أن تحررها لعبادة الله كما مر معنا في الآيات السابقة وكيف كانت وفية لذلك الأمر وكيف كان الثناء عليها من الله وكيف كان إجراء الله عليها من الكرامات ما أجراه عليها السلام. فإذن قضية التأريخ وتزوير التأريخ قضية عظيمة جدا وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأنبياء وبعباد الله الصالحين، فهذه قضية حقيقة تحتاج إلى وقفة ووقفة تأمل وأن يكون التذكير بها وتذكرها كلما قرأنا القرآن ووقفنا مع قصة من قصص الأنبياء، نتذكرها كلما سمعنا تحريفا لقصة من قصص الأنبياء، نتذكرها كلما ذكر لنا وسرد علينا قصة من قصص الأنبياء، فنتذكر هذه المعاني العظيمة وهذه الأسس التي ينبغي أن تكون محل الإدراك والوعي وأن تستقر في عقولنا وأن نتعامل وفقها. الآية التي وقفنا مع عليها وكان لقاؤنا في درسنا الماضي حولها هي قول ربنا عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أدركنا أن هذه الآية إذن هي تصف حالة مريم عليها السلام، وكيف كان شأنها بعد أن سلمت للأحبار وبدأت تمارس الأمر الذي حررت له، وهو عبادة الله وحده، الدين المشترك بين جميع الأنبياء والرسل، الدين المشترك بين أتباع الأنبياء المصدقين برسالات الأنبياء، إفراد الله بالعبادة جل جلاله. فلذلك كان هذا شأنها، وهذا هو الوصف الذي ذكرت به مريم البتول. ثم أيضا تلك العفة التي كانت فيها، فهي بعيدة عن مخالطة الرجال، فهي في محرابها مفرغة لعبادة ربها، يقوم على شأنها نبي الله زكريا عليه السلام. وكانت تلك العلاقة القائمة على الرعاية وعلى المتابعة لإصلاح البدن وإصلاح النفس ورعايتهما، وأن ذلك كان بذاك التتبع منه عليه السلام، والدخول على مريم تفقدا لشأنها، تفقدا لما تحتاجه في أمر بدنها، وتفقدا لما يتعلق بأمر نفسها وتزكيتها. ومما وجده زكريا عليه السلام أنه كلما دخل عليها بطعام وجد أن الطعام موجود بين يديها، وكان السؤال سؤال التعجب: يا مريم أنى لك هذا؟ سؤال التعجب. وقلنا مما يفيد ذلك أن الولي يتابع أمر من تحت ولايته ولا يترك الأمر على القارب، وأن السؤال والتحري ليس بعيب بل هو مطلب. فكانت تلك هي حال زكريا عليه السلام مع مريم البتول عليها السلام. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ فجاء الجواب: قالت: هو من عند الله، إن هذا الرزق من عند الله، فإنه لا يدخل عليها أحد من البشر سواك يا زكريا، ولكن هذا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. ثم التعقيب بعد هذا الإخبار: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سواء كان هذا التعقيب، قلنا على أقوال المفسرين أنه من قول مريم عليها السلام، فإنها تؤكد ما أخبرت عنه، وأن لا يكون في نفس زكريا، وكأنها تذكره بأن هذا الأمر ليس بأمر عجب إذا أدركت أن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير مؤونة ولا تعب، أو يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا كثيرا لا عد له. إلى أيضا الأمور الأخرى التي كانت الإشارة إليها في درسنا الماضي، فإذا هي حالة تنبئ عن سلامة في منهج الصديقة مريم عليها السلام، سلامة في مقصود التحرر الذي
جعلت وكان النذر مرتبطا به كما مر معنا: إني جعلت لك ما في بطني محررا. وأيضا كيف كانت القيام بهذه الأمانة وبهذه الوديعة من نبي الله زكريا، وكيف كانت المتابعة، ثم كيف كان الأمر الذي هو محل الاتفاق عندهما وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم قضية الكرامة وأن هذا أمر الله عز وجل يكرم به من شاء من أوليائه سبحانه وتعالى. فعندما وقف زكريا هذا الموقف ورأى من مريم ما رأى وسمع منها ما سمع من إيمان وثقة وإخبار بكمال قدرة الله وتجلي ذلك الأمر من خلال هذا الرزق الذي كان يرزق مريم عليها السلام ويأتيها طعامها متنوعا كثيرا كافيا، فعندها وكأن هذا الأمر أثار في نفس زكريا عليه السلام أمرا محببا إلى نفسه، أمرا محببا إلى نفسه، وهو طلب الولد والذرية. فقال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك إشارة إلى المكان، هذا هو الأصل، أو إلى الزمان أي في ذلك الوقت، أو إليهما معا، فهذه ثلاثة أقوال للمفسرين بالنسبة هنالك، دلالتها أن الدعاء كان في نفس المكان الذي رأى فيه رأى فيه زكريا عليه السلام تلك الكرامة التي أكرمت بها الصديقة مريم، أو أنه في ذلك الوقت، أو المراد الجمع بين الأمرين. قال: هنالك دعا زكريا ربه، دعا طلب من الله ولجأ إلى الله. وهذه أيضا سبحان الله من الدين المشترك بين الأنبياء، قضية الدعاء واللجأ إلى الله والطلب من الله. كم ذكر في كتاب ربنا عز وجل من دعوات الأنبياء وهم يسألون ربهم، فمنهم من سأله الذرية كما سألها الخليل إبراهيم عليه السلام، وسألها هنا زكريا عليه السلام، ومنهم من سأل النصرة على قومه الذين كفروا كما سألها نوح عليه السلام، ومنهم من سأله الإيمان، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل، أو صلاح الذرية أيضا كما طلبها الخليل إبراهيم عليه السلام. فالدعاء، فنجد أن الدعاء قضية مشتركة بين الأنبياء في تعبدهم لربهم عز وجل، فهم يسألون الله ويكثرون من دعائه وطلبه. هنالك دعا زكريا ربه، والرب كما قلنا هو المربي، فلذلك
الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه، طبعا هذا الدعاء كما قلنا أن المذكر له هو ما رأى بالنسبة لمريم، فأوجد في نفسه الطمع في عطية الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي وقدم الطلب بذكر المطلوب وبذكر الرب جل جلاله ليكون ذلك أدعى في القبول. قال ربي هب لي هبة عطية من عندك يا رب، هب لي من لدنك أي من عندك، حيث أن المؤمن، وهنا مسألة، فإن الأسباب تبذل لتحقيق المطلوب، والفارق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يفعل الأسباب ويعتمد على تحقيق المطلوب على الله، ويتعامل مع السبب على أنه سبب، وأن ليس فيه الضمان اليقيني في تحقيق المطلوب، وإنما اليقينية في أن الله أراد أن يتحقق الأمر. فيجمع المؤمن في تحقيق المطلوب فعل السبب، فعل السبب والطلب من الله عز وجل، وغير المؤمن يعتمد على السبب. وقد يقول الإنسان أليس الذي اعتمد على السبب فحسب تحقق له ذلك؟ فنقول أولا إن تحقق له ذلك فالفارق كبير بين الاثنين، فإن الثاني محقق لغاية الوجود وهي عبادة الله، فيكون ذاك الأمر الذي تحقق مراده كسبا ومنفعة، وتحقق له عبادة الله عز وجل، وانحرم الثاني منها، مع أيضا ما يكون في الدعاء من تيسير هذا المطلوب على أيسر طريق، وأن يأتي على أكمل وجه، وأن يكون مباركا لصاحبه فيه، وأن يكون معينا له على الطاعة. وهذه أمور يدركها الإنسان بأثر الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى. فزكريا يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وذكرت آيات القرآن على وجه التفصيل كما في سورة مريم أن زكريا كانت زوجته عاقر، بمعنى لا تلد، وقد كبر أيضا في السن، فلذلك كان حصول الذرية والحال كذلك أمر فيه بعد وفق السنة الخلقية. لكنه عندما رأى ما رأى فإنه ذكره ذلك الأمر، فلجأ إلى ربه عز وجل يطلب منه أن يرزقه الذرية. رب هب لي من لدنك، ومن لدنك تعطي تلك الدلالة على اليقين بأن الله قادر، وتعطي أيضا الدلالة
على قضية الإيمان وإفراد الله عز وجل بالطلب في الدعاء والصدق في أنه هنا ألغى تأثير جميع الأسباب وأحال الأمر إلى مسببها وهو الله جل جلاله. هب لي من لدنك عطية منك يا الله، فأنت القادر وأنت الواهب الذي يهب ذلك. قال رب هب لي من لدنك ذرية، والذرية تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، وهذا فيه الأدب في الطلب، وأيضا في قضية المقصود، فإن المقصود أن يكون له ذرية طيبة مباركة، ذرية تقية صالحة، بأن يكون امتداده بالصلاح، وليست القضية الذرية للتكثر ولا للاستعلاء ولا للمفخرة، وإنما يريد ذرية طيبة، أي الأصل فيها أن تكون صالحة تقية عابدة لله، فيكون هذا الإنسان بهذه الذرية ممن يحقق هو وهي مراد الله في عبادته وذكره جل جلاله، ذرية طيبة. والمقصود بالذرية فرد، لأنه كما جاء ذلك والبيان في آيات أخرى، إنك سميع الدعاء، إنك أي يا الله ويا رب سميع الدعاء، فأنت الذي تسمع الدعاء وتجيب، فأنت المجيب، أنت المجيب. فالسماع هنا سماع إجابة، السماع هنا سماع إجابة، إنك سميع الدعاء. إذن هذه دعوة زكريا، يطلب من ربه أن يهب له ذرية طيبة، وكما قلنا طيبة المقصود هو صلاحها، وإن ذكر علماء التفسير معان للطيبة من التقوى أو الصلاح أو غير ذلك من المعاني، لكن المؤدى والمقصود الذي نريد أن نقف عليه في دعاء الأنبياء وهم يطلبون الولد، أنهم يطلبون الولد الموصوف بهذا الوصف العظيم التقوى والصلاح. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته، الفاء للتعقيب، وهي تعطينا الدلالة على أن الإجابة كانت سريعة، على أن الإجابة كانت سريعة، وهذا مقتضى، هذا مقتضى اللغة واستخدام هذا الحرف في التعقيب الفاء، فإنه يفيد التعقيب على الفور فيعطي دلالة على القرب، وإن كان ذكر في بعض كتب أهل الكتاب أن ذلك كان بفترة طويلة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فلذلك نقول آية القرآن ونظم اللغة يدل على أن الإجابة كانت سريعة، إذ جاء التعقيب هنا بالفاء وهي تعطي الدلالة على التعقيب القريب وعلى الفور. فنادته، النداء الإعلان والإعلام، فنادته، فهل النداء هنا نداء وحي أو هي صورة أخرى؟
من العلماء من قال ذلك ومنهم من قال ذلك، والنص يحتمله. والعبرة أن الملائكة نادته، الملائكة بالجمع، ولا شك أن المقصود بعضهم. وبعضهم هنا أيضا هل هم عدد أو واحد؟ والواحد قيل جبريل وهذا الذي عليه الأكثر، وقيل لا مانع أن يكون معه غيره. فنادته الملائكة وهم خلق من خلق الله مكرمون كما ذكرهم الله في كتابه، فالإيمان بهم والاعتراف بوجودهم والاعتراف بأنهم خلق الله لا بنات الله كما قال الكفار كفار مكة، وأن لهم مهام ذكر لنا في القرآن والسنة شيء منها، العام المشترك بينهم عبادة الله عز وجل وحده، ثم تلك المهام والاختصاصات التي ذكرت لآحادهم، فجبريل أمين الوحي ومالك خازن النار، وهكذا ميكائيل وإسرافيل. فإذا هذه اختصاصات لعدد من الملائكة ذكر ذلك، وحملة العرش الثمانية. فإذا الملائكة هذا الجنس من خلق الله عز وجل، وهم من أنصح خلق الله لبني آدم ومن أرحم خلق الله ببني آدم وأنصحهم لبني آدم الملائكة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، هو الضمير يعود إلى زكريا، قائم يصلي أي في حال قيامه. والصلاة إذن تعطي أيضا إشارة، كما وقفنا مع الدعاء وقلنا أنه من الدين المشترك بين الأنبياء، فكذلك الصلاة من الدين المشترك بين الأنبياء، فلذلك ذكر الصلاة في قصص عدد من الأنبياء. فخليل الله إبراهيم قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وذكر الله في وصف إسماعيل ابن إبراهيم بأنه وكان يأمر أهله بالصلاة. وهنا زكريا عليه السلام يقول الله عز وجل في حقه وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي. فإذا الصلاة من الدين المشترك بين الأنبياء، ولكن هل كانت صلاتهم كصلاتنا؟ هذا الذي لا نعلمه. ولذلك نقول نسبة لهذه الشعائر والعبادات، فالصيام كتب على الذين من قبلنا، ولكن هل كان هو شهر رمضان والشهر كله؟ فهذا مما لا نعلمه، لكن جاءت آية القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا الصلاة، فإن الله عز وجل يذكر عن الأنبياء أنهم كانوا يصلون، ولكن لا نعلم تلك الكيفية على وجه التفصيل سوى شعيرة الحج. فإن الخليل إبراهيم حج وعلى طريقته حج الأنبياء من بعده، فحج ابنه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وحج أيضا موسى عليه السلام ويونس كما جاء في الحديث، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وأنه هو عليه الصلاة والسلام كان من مقاصد حجته أن يعدل ما حرفته قريش في الحج وخالفت به ملة إبراهيم عليه السلام، فأعاد الأمر إلى نصابه، أعاد الأمر إلى نصابه على ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. فيقول الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي،
في المحراب. إذن هو يصلي في المحراب في مكان العبادة، في مكان العبادة. وأيضا وقفنا مع المحراب في الآية السابقة وكلام العلماء في المقصود به، وهو قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى، فالملائكة بشرت زكريا وبلغته ببشارة الله أن الله يبشرك، نادته. إذن هم ناقلون للبشارة، وأما البشارة فهي من الله. والبشارة جعل إعطاء الولد هنا مع أنه بعد ولم يولد له، ولكن إن قال الله عز وجل وأراد الله، هل يتخلف ما أراده الله؟ الجواب لا. وإن وعد الله فهل وفاؤه يتخلف؟ الجواب لا. فالله على كل شيء قدير، والله أوفى الأوفياء. فإذا بشر زكريا بالولد من الله سبحانه وتعالى. طبعا دعاء زكريا عليه السلام هو أعطى دلالة ابتداء على أنه تعامل مع إخبار مريم على أنه صدق وحق، وأن الرزق الذي يأتيها من عند الله. ثم الأمر الثاني أنه دعا ربه لما في قلبه من الإيمان والثقة في كمال قدرة الله جل جلاله. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، أن الله يبشرك. فإذا هي بشارة من الله، وأن الملائكة نقلوا تلك البشارة إلى يحيى عليه السلام، وكما قلنا الناقل جبريل عليه السلام أو معه من الأنبياء، باعتبار أن اللفظة جاءت بالجمع الملائكة. أن الله يبشرك بيحيى، يحيى هو اسمه كما جاء ذلك في سورة مريم بغلام اسمه يحيى. فإذا يحيى اسمه وليس يحيى بمعنى الفعل، وإنما وأيضا الباء بيحيى يدل على أن يحيى اسما. وهنا وقف العلماء، هل يحيى اسم عربي من اشتقاق الحياة، أو هو اسم أعجمي؟ وإن قالوا بأنه اسم عربي فبدأوا في النظر في اشتقاق المعنى، هل هو من الحياة بأنه سيبقى مع أنه قتل شهيدا وهو كهل، أو يحيى بمعنى أنه يحيى بالعلم والحكمة التي يؤتيه الله إياها، أو يحيى باعتبار أنه يحيى به الناس الذين يقبلون دعوته ونصحه. فهذه معاني ذكرها العلماء، أن الله يبشرك بيحيى. إذن أن الله يبشرك بأن يولد لك غلام اسمه يحيى، أن الله يبشرك بأنه يولد لك غلام اسمه يحيى. ولما كان دعاء زكريا عليه السلام ذرية طيبة، كانت الاستجابة من الله عز وجل لزكريا كاملة، فأعطاه الذرية وجعلها طيبة. وانظر إلى عطاء الله، فإن الله إذا أعطى يدهش. زكريا طلب ذرية طيبة، فانظر إلى العطايا من الكريم الجليل لزكريا في هذه الأوصاف،
لتلك الذرية التي أكرم بها زكريا عليه السلام. قال أولا مصدقا بكلمة من الله، مصدقا قضية التصديق، وهذا سبق ليحيى عليه السلام في قضية التصديق بأمر حق في لحظة معترك في هذه الأمة فازت به خديجة الصديقة رضي الله عنها، وفاز به الصديق أبو بكر رضي الله عنه في وقت محنة ومعترك، كل منهما كان له السبق في التصديق فهو صديق، وسبقهما في ذلك زمانا يحيى عليه السلام. فالله عز وجل يخبر بأن هذه الذرية الطيبة سيكون لها موقف شرف في وقت محنة ومعترك، فيكون يحيى مصدقا بكلمة من الله. وجل المفسرين على أن المقصود بكلمة من الله هو عيسى عليه السلام، وهذا هو الأظهر، أن بعضهم قال مصدقا بكلمة من الله أي بالكتاب، ولكن الأظهر أن المقصود بكلمة من الله أي عيسى عليه السلام، حيث أن ولادته كانت بكلمة من الله عز وجل، لأنه ولد من أم بغير أب مصدقا، فإذن هو صديق حيث صدق بعيسى عليه السلام في وقت كان محل افتتان في أمره وشأنه، مصدقا بكلمة من الله وسيدا. السيادة هنا سيادة شرف، سيادة علم، سيادة حكمة، هذه أقوال ذكرها العلماء، وإن نظرنا فإن ذلك كله منطبق على يحيى عليه السلام، فهي سيادة علم، وأي علم أعظم من علم النبوة؟ وهي سيادة وجاهة، فهو سليل الأنبياء، وسيادة شرف، وسيادة حكمة، وأي حكمة أعظم من الحكمة التي يؤتاها الأنبياء؟ فلذلك كل تلك المعاني التي يشير لها العلماء فإنها نجدها في يحيى عليه السلام، ولذلك إذن الجمع أولى، وأن يكون المقصود بها ذلك كله، بكلمة من الله وسيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم، وأخبر عن ابنه الحسن إن ابني هذا سيد، وأخبر عن عم ابن الجموح أنه سيد، وأخبر عن سعد بن معاذ أنه سيد، قال قوموا لسيدكم. الله أكبر الله أكبر. إذن نقف عند هذا الوصف الثاني ليحيى عليه السلام، ونكمل بإذن الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.